كرمت نقابة الفنانين الفنان عمر سرميني الذي عاشق حنجرته الذهبية أهالي حلب من خلال حفل تراثي بعنوان ليالي الورد. شارك في هذا الحفل عدد من الفنانين السوريين مقدمين درعا للفنان عمر سرميني تكريما له على صموده طوال أعوام ماضية، خصيصا بأنه لم يغادر مدينة الغار ولو للحظة واحدة. نحن اليوم عم نشهد حفل فني، هذا الحفل الفني ما انقطع في حلب وكان مستمر. كان البعض يصفح دمنا على تراب وطننا، ومع الشيء كنا نغني للحرية، نغني للأمل، نغني للمستقبل القادم، نغني لسوريا الجديدة المتجددة دائما. اليوم هو حفل فني خاص من نوع خاص، كما كرمت حلب بأنه صارت هي مثل ما بيقولوا أم سوريا الصغيرة، منقول كمان حلب اليوم عم تحتفل بتكريم قامة من قامات الفنية الكبيرة ألا وهو الفنان الكبير الأستاذ عمر سرميني. نحن اليوم كنقابة الفنانين بسوريا وبرعاية كريمة من القيادة السياسية في حلب ممثلة بالرفيق أمين الفرع وقيادة فرع الحزب حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب، نكرم زميلنا قامة من قامات الغناء العربي الأصيل هو الفنان الكبير عمر سرميني. بعد سنوات طويلة عانتها مدينة حلب من الحصار ومن قذائف الحقد والإرهاب التي تعرضت لها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، اليوم حلب تنفض الغبار عن مسارحها وعن منابرها الثقافية وتعود الحياة الثقافية والفكرية كما كانت بل أفضل إن شاء الله. تضمن الحفل عدد من الأغاني والمواويل الحلبية الطربية قدمها الفنان عمر سرميني التي أطربت الحضور. أهل حلب هن الحقيقة دايما عايشين على مثل ما بقولوا على السجية وعلى الطبيعة، هن أهل الضحكة وأهل النكتة الحلوة، هن نفوسا طيبة يعني مرت فيهم هذه المحنة. نسأل الله يعني يفرج عن هذا البلد وإن شاء الله دايما الأمور في إلى أحسن. حلب صامدة، حلب لن تموت، حلب تمرض بس ما بتموت. شايف الشعب، هذا الشعب الحلبي، هذا الشعب ملتصق بتراب أرضه. الشعب الحلبي شعب النغمة، شعب الطرب، شعب الأكل، شعب السمر. هذا الشعب الحلبي شعب متميز عن كل شعوب الأرض. الفن الحلبي الأصيل له وزنه، وما يقدمه الفنانون الحلبيون عادة هو فخر، وما تقدمه حلب من فنانين ليس بغريب على مدينة قلعتها مثل هؤلاء الفنانين.